مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوين، واهلا بيكم مع وصفة جديدة من مطبخ ناهي فاروق. يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنعمل مكرونة العشر دقايق. هي فعلا منجزة وسريعة وتنفع لجوع اول الليل واخر الليل ونص الليل. لو انت راجعة من شغلك ومش عاملة حسابك على اكل في البيت، منجزة قوي معاكي. لو انت عندك اطفال ما بيحبوش الخضار خالص، هتبقى دي الطريقة المثالية بالنسبة لهم، هيحبوا المكرونة بالخضار ده جدا جدا. هي وصفة خفيفة جدا ومنجزة وسريعة واقتصادية جدا، لانها هنعملها ببواقي الحاجات اللي عندنا في التلاجة. ممكن نقدمها مع بطاطس مقلية ومع كاتشب، هتعجب الاولاد جدا جدا جدا. يلا بينا نبتدي مع بعض. وصفتنا النهاردة احلى ما فيها ان احنا هنعملها في حلة واحدة. هنقطع بصلاية متوسطة الحجم، هنقطعها مكعبات صغيرة خالص، وهنقطع برضو طماطمتين مكعبات صغيرة خالص، وهنقطع فلفلتين برضو مكعبات صغيرة خالص، وهنحط كيس مكرونة او حطوا كمية المكرونة اللي تتناسب مع عدد افراد اسرتك. لو انتوا 2 او 3 او 4 حط الكمية المناسبة ليكم. دي التوابل بتاعتنا. هنحط ملعقة بابريكا، هنحط نص ملعقة فلفل اسود، هنحط ملعقة كمون مطحون وملعقة كزبرة مطحونة، وهنحط ملعقة صغيرة ملح، او شوفي طبعا الملح ده حسب ذوق كل واحد فينا. بعد ما تحطيهم في المية ممكن تدوقيها بطرف الملعقة، لو انت محتاجة ملح تاني زودي، لو مش محتاجة يبقى زي الفل. انا قلبت التوابل بتاعتي كلها مع بعضها. هجيب شوية مية مغلية، مش هنحط مية باردة، ما ينفعش عشان المكرونة ما تتعجنش معانا. هنضيف كمية المية المناسبة بحيث ان هي تغطي المكونات بتاعتنا بحوالي 1.5 سم. لو انتوا حابين يكون فيها كمية من الصوص الجميل بتاعنا ده، ممكن تزودوا كمية المية شوية بحيث انها تغطي كمية المكرونة بسنتي او 2 سم حسب كمية الصوص اللي انتوا عايزينها. انا ضفت خلاص المية المغلية وضفت عليها كمية التوابل بتاعتي، وبعدين هقلبهم كويس وادمجهم مع بعضيهم. هقلبهم كويس خالص، هغطيهم طبعا بالغطاء الحلة، وبعدين هستنى لما المية ترجع تسخن تاني وتغلي، وهوطي عليهم المية النار وهسويها على نار هادية. طبعا خلي بالك وراقبيها وما تخليش المكرونة تتهري معاكي، وياريت تتقدم مباشرة بعد ما تستوي، لانها لو قعدت وغطيتيها في الحلة هتتخن معاكي قوي وتلزق في بعضها. فانتوا بمجرد ما تستوي تخرجوها وتقدموها، هيبقى شكلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، جميلة وريحتها رائعة وشهية وتفتح النفس بصراحة، عجبتنا كلنا. واحلى ما فيها ان هي منجزة وسهلة واقتصادية وخفيفة جدا. كنت مبسوطة معاكم النهاردة، وبإذن الله هنتقابل من تاني بكرة في وصفة جديدة من مطبخ ناهد فاروق. اتمنى لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتعملوا كومنتات ولايكات وشير عشان خاطر الصفحة توصل للجميع.